السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين من كل مكان وزمان، نرحب بكم في قناتنا المتواضعة، ونرجو من الله عز وجل أن تنال على إعجابكم. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ ويجب علينا التنبيه إلى بعض النقاط المهمة التي يجب أن تراعيها أثناء مشاهدتك لقناتنا. التنبيه الأول، أخي الكريم، لا تلهك المشاهدة عن ذكر الله عز وجل، فما بالك من أداء الصلاة فلا تؤخرها عن ميقاتها. التنبيه الثاني، عزيز المشاهد، إن ما تشاهده من محتوى منهوى أو مانجا أو حتى إنمي ما هو إلا من خيال مؤلف لا يمت للواقع بصلة، وخاصة الأمور العقائدية. هؤلاء الغرب لا يعظمون دينهم كما نفعل نحن، فانتبه أن يتشرب قلبك من هذه المعتقدات، فكن ذكيا. التنبيه الثالث، أخي الفاضل، نحن نبذل مجهود ضخم خلف الشاشة التي تشاهدنا من خلالها حتى يصل إليك المحتوى بهذا الشكل، لذلك لا تبخل علينا بعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو، وأيضا مشاركتنا رأيك في التعليقات، فهذا يهمنا للتقدم للأمام إن شاء الله. وآخر شيء، حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا، لا تنسى ذكر الله عز وجل وأن تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. وبنشوف السيد غوان غوا وتابعه وهم يدخلون الكهف الخاص بمجموعة عصابة القمر الأزرق. بنشوف السيد غوان وهو مصدوم جدا من الذي يراه، ويقول ما هذا بحق الجحيم؟ وبنجد أنهم يمرون في ممر وبجانبهم مجموعة كبيرة جدا محبوسة من الوحوش، وبيقول تابعها هم التجار والحراس المفقودين، أليس كذلك؟ وبينظر إليهم وبيقول إذا كانوا يختطفونهم من أجل تحويلهم جميعا إلى هؤلاء المجانين، ولكن يا إلهي كم عددهم بالداخل؟ يجب ان يكون اكثر من 100، لا بل اعتقد انهم المئات منهم. بنشوف السيد كوان وهو ينظر اليهم بدهشة شديدة وبيقول اذا كانوا هم المجانين الذين كنا نراه. وبيقول في نفسه بما اننا ما زلنا لا نملك علاجا لهذا المرض، كنت امل الا يكون هذا هو الحال. يا للاسف، نحن بالفعل بحاجة الى الاسراع قبل ان يصل التحالف السماوي المركزي الى هنا. لدي شعور سيء حول هذا الامر. وفجأة بيشير الى اتباعه بصفهم وبيقول قائد العدو يجب أن يكون هنا، لا تتركوا واحد منهم على قيد الحياة، دعونا نسرع من وتيرتنا ونقضي عليهم سريعا قبل أن يسوء الأمر أكثر من ذلك. وبالفعل يبدأ جميعهم بالتوجه نحو الأمام وصولا إلى القاعة الرئيسية، لكن بيصدموا بوجود شيخ ما أمامه وبيقول هل أنت من وراء كل هذه الحادثة؟ هل أنت هو المسؤول عن تحويل كل هؤلاء الناس إلى هؤلاء المجانين؟ ونشوف أن هذا الشخص هو السيد يوبو، بيقول لاعتقاد بأن قائد العرب فين سيأتي ليلقي علي التحية بنفسي. حسنا، أنا لست مندهشا بما أنني جعلت الأمر واضحا أنني سأكون في هذا المكان. تهانينا، أحييكم على جهودكم الشاقة التي بذلتموها في الوصول إلى هنا. بنشوف السيد غوان غو مصدوم جدا من هذا الكلام وبيتعصب بشدة ويقول أيها اللقيط، هل تعتقد أنك ستكون بأمان بعد تسببك في هذه الفوضى داخل أراضي طائفة القبضات المحطمة؟ فبينظر إلى السيد يوبو وبيبتسم وبيقول له منذ متى أصبحت مقاطعة يونان من أراضي ضائفة القبضات المحطمة؟ فبيرد له بيقول له هذا قبل 10 سنوات عندما وصلت ضائفة القبضات المحطمة إلى مقاطعة يونان. فبيرد له السيد يوبو بيقول له إذا كانت هذه دفعتكم من التحالف السماوي المركزي على خيانتكم للضائفة السماوية الشمالية، أليس هذا صحيحا؟ فبنشوف السيد وانغو متعصب جدا من هذا الكلام وبيقول ماذا راقب كلماتك بعد أن أعتقلك سأقطع جسدك ببطء إلى إشلاء بينما لا تزال على قيد الحياة، وسأجعلك تندم على اتخاذك لهذه القرارات الحمقاء، حتى استسلامك لن ينجيك الآن. فبينظر إليه السيد يوبو بابتسامة عريضة جدا وبيقول له من قال أنني سأستسلم؟ هل تعتقد حقا أنني وضعت هذه الخطة حتى تنتهي تماما بهذه الطريقة؟ لم أنوي المغادرة أبدا في المقام الأول، وأيضا يبدو أن هنالك سوء فهم. أنتم يا رفاق هم الأشخاص الذين لم يقل لهم أي حقوق في المقام الأول. هل تعلم كيف شعرت عندما قمت بإعداد هذه الخطة لأول مرة؟ وبيبدأ السيد يوبو بتذكر الماضي الخاص به وبيقول لقد كنت خائفا لدرجة أنني لم أستطع النوم لأشهر، ولكن كان علي الاستمرار في تحريك هذه الخطة إلى الأمام، لأنه في نهاية المطاف بالنسبة لأشخاص مثلنا لا يوجد لدينا خيار آخر، فخط الموت في انتظارنا، المسار لا إنساني، لم يعد بوسعنا أن نعد من البشر بما أننا بدأنا العيش مثل الوحوش. هذا العالم جعلنا نعاني لسنوات عديدة وسنبذل
نبذل كل ما في وسعنا لرد هذا المعروف. ولهذا السبب سننقذ الليل الصامت من سباته ونخرج الى العالم الخارجي، وهذا هو قدر. وبنشوف السيد غوان وهو مسعور جدا من سماع هذه الكلمات، وبينظر اليه وفي عينيه الدهشة الشديدة، وبيقول له: ما الذي قلته للتو؟ انت ستقوم بانقاذ الليل الصامت، انتظر، هذا لا يمكن ان يكون حتى. فجأة بنشوف السيد يوبو ويبدأ بالضحك الشديد، وبيقول له: لقد رأيتم هؤلاء الاسرى، اليس كذلك؟ يا لها من مصادفة، هذا هو الوقت الذي نطعمهم به. كما ترون لقد كانوا يتدورون جوعا لعدة ايام، لذلك هم جائعون للغاية. وفجأة بينظر باتجاه احد اتباعه وبيومئ اليه، وبالفعل بنجد هذا التابع وهو يحرك احد الازرع الخفية في الكهف. وفي لحظات بسيطة تنفتح بوابات من هذه السجون باتجاه الحجر الداخلية، وبنشوف مجموعة ضخمة جدا من هؤلاء المتحولون وهم يدخلون بشكل مرعب جدا عليهم. وبيكمل السيد يوبو بيقول: انتم يا رفاق لستم اكثر من مجرد اطباق جانبية، هذا مؤسف، ولكن الوجبة الرئيسية التي اردتها احد السماوات الشمالية الاربع العظماء جوجي ونو سيتم تقديمه لي في وقت لاحق، كنت ساكون جشعا جدا لو كان قد التهم الليلة ايضا، اليس كذلك؟ وبنشوف تابع السيد وانغو مصدوم جدا وبيقول: ماذا ينبغي ان نفعل ايها العراف الاعلى؟ بعض هؤلاء الرجال هم المفقودين من العائلات التجارية العشرة العظماء. وبنشوف السيد وانغو مصحوق جدا وبيقول: اللعنة ايها الوغد الشرير، هذا مؤسف، ولكن ليس لدينا خيار اخر، اقتلهم جميعا. اذا عدنا الان فلم يكون هناك جدوى من ذبحنا لاناس مدينة اليشم. فبيرد عليه وبيقول: امنيتك هي اوامرنا يا سيدي. فجأة بينظر الى اتباعه بيبدأ بالصراخ الشديد وبيقول: ايها العرافين، اقتلوا كل المجانين الذين يهاجموننا، اما تقتل او ستقتل. وبالفعل بنشوف هؤلاء الاشخاص المسعورون وهم بدأوا بالهجوم عليهم بشراسة شديدة، وبنشوف مجموعة العرافين وهم يتأهبون للقتال. وفي اجل من لحظة بيلتحم الاثنان معا في معركة شرسة جدا، وتبدأ الدماء بالتناثر في جميع ارجاء المكان، واعداد الضحايا تزيد من كلا الجانبين. وبدأ العرافين يسقطون الواحد تلو الاخر، وبدأ الرعب يدب في قلوبه من هذه المشاهد المرعبة. وبنشوف السيد يوبو وهو ينظر اليهم وبيقول: العين بالعين والسن بالسن، هذه هي المبادئ الاساسية لعالم الموري. وبينظر الى سقف الكهف الخاص به وبيقول: اذا قارنت كمية الارواح التي ماتت بسبب هؤلاء السماويين المركزيين الاوغاد، هذا القدر من التضحية هو عمليا لا شيء. نعم هذا صحيح، صحيح تماما بالفعل، كل شيء بخير، كل شيء سوف يكون بخير. وفجأة بياخد باله من وصول شخص ما، وبينظر باتجاه الباب الخاص بالكهف، وبيبدأ بإمعان النظر، بيلاحظ أن تابعه المخلص تم غرس سيف ما في ظهره ويخرج من بطنه. وبيبدأ هذا الشخص بلفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيقول: مولاي أرجوك يجب عليك أن تعيش. وفي أقل من لحظة بيسقط هذا الشخص سريعا على الأرض، وبيظهر جين مو من خلفه وهو مستشاط غضبا مما يراه. وبينظر إليه السيد يوب باستغراب شديد وبيقول في نفسه: السيجين، ولكن هذه الهالة خاصته، إنها مختلفة بالكامل عن المرة الماضية، من يكون هذا الشخص بحق الجحيم؟ وبالفعل بنشوف جين مو يتقدم إليه بخطوات ثابتة. فجأة بينظر إليه أحد العرافين بيكون مستغرب جدا وبيقول: من يكون بحق الجحيم؟ هل هو مع هذا الوغد الواقف هناك في الأعلى؟ وفجأة بينظر جين مو إلى الحاضرين وبيقول: السيد هوان شول قد يكون في هذا المكان. وفجأة بتبدأ تنبعث منه طاقة مرعبة حرفيا، وظلام دامس يعم أرجاء المكان، وبيقول لهم: لذا إياكم والتحرك خطوة واحدة. وبالفعل بنشوف جين مو وهو بدأ بسيف والمرور من عبرهم. فجأة بيقول له أحد العرافين: أنت هل تريد الموت؟ من تعتقد نفسك؟ بيرد عليه شخص آخر وبيقول: ألا تعرف من نكون؟ كيف تجرؤ على تهديدنا أيها الوغد؟ لكن في أقل من لحظة جين مو بيصيبهم بهجمة ويبعثرهم إلى أشلاء متطايرة في الهواء ويمحقهم من الوجود حرفي. وبنشوف نائب القائد وهو مصعوق جدا من الذي يراه، فجأة بيهجم عليه بسرعة شديدة جدا وبكامل قوته، وبيصرخ وبيقول: أيها اللقيط، أنا ماك جوين نائب قائد العرافين، سأكون خصمك. لكن حرفيا جين مو غير مبالي بهذا الشخص، وفي أقل من لحظة بيهجم جين مو عليه دون حتى أن يدرك هذا الشخص ويقطع ذراعيه. وبنشوف نائب القائد وهو وقع على الأرض ويبدأ بالصراخ الشديد من شدة الآلة. وبنشوف السيد كوان وهو مصعوق جدا من الذي يراه بيقول: أنت يا يول، من يكون هذا الوغد بحق الجحيم؟ إنه ليس عادي، تعامل معه الآن. بالفعل بنشوف يول وهو بدأ بالتقدم إليه وبيقول: أجل يا سيدي، فقط من أين أتى هذا الرجل؟ فجأة بنشوف يول وهو يبدأ بالصراخ الشديد
يزيد ويقول: أيها اللقيط، هل أنت من فصيل ذلك الوغد هناك؟ يجب أن تكون العقل المدبر الحقيقي وراء كل هذه الحوادث. أيها الأحمق الجاهل، كيف تجرؤ على مهاجمة طائفة القبضات المحطمة؟ افتقارك للخوف سيكون سبب هلاكك. بوضع اسم طائفة القبضات المحطمة على المحط سأعلمك درسا لائقا. وبالفعل بنشوف يول وهو يفعل كامل الطاقة في جسده، وبدأت عضلاته بالتمدد الشديد، وبدأت هالة مرعبة تحيط به. ولكن يا عزيزي، لم يستغرق الأمر من جين إلا تلويحة صغيرة بيده لكي يجعل رأسه يطير في الهواء كلعبة لطفل صغير، وذلك قبل أن يدرك حتى. وفجأة بيقول جيمو: عالم حيث نقتل بعضنا البعض، حمام دماء، هل هذا ما ترغبون به؟ وبيتعصب جيمو بشدة عليه وبيقول: إذا كان هذا هو الحال عليكم أن تعبروا من خلالي أولا، سأقتل كل شخص لعين منه. وبنشوف السيد يوغو ينظر إليه باندهاش شديد جدا وبيقول في نفسه: كنت أعرف أن السيد جين سيتدخل في مرحلة ما، ولكن لم أعتقد أنه سيأتي بهذه السرعة. ليس هذا فحسب، إنه ليس كما كان من قبل، لقد تغير تمام. وبنشوف باقي أتباع مجموعة العرافين وهم مذهولون جدا ومصعوقون من الذي حدث. بيقول أحدهم: ماذا؟ قائد يول لقد قتل قبل أن يتمكن حتى من استخدام قبضات الموت 13 خاصته. وبنشوف القاضي وانو مصعوق جدا من رؤية ما قام به جين، وبيقول في نفسه: من يكون هذا الشخص بحق الجحيم؟ فقط أي نوع من الضغينة يحمل ضد طائفة القبضات المحطمة؟ أقر بأننا قمنا بتدمير العديد من الجماعات لكي نستولي على مقاطعة يونام، هل كان واحد من هؤلاء الناس الذين تأثروا خلال تلك الفترة؟ وفجأة بيبدأ في الصراخ الشديد وبيقول: نحن طائفة القبضات المحطمة، طائفة القبضات المحطمة الخاصة بجوجو، هل ما زلت ستهاجمنا حتى بعد معرفتك بكل هذا؟ عرف بنفسك الآن. فبينظر إلي جيمو وعينيه تمتلئ بالغضب الشديد وبيقول له: جوجو، هل طائفة القبضات المحطمة بهذه القوة؟ فقط ما مدى عظمة طائفة القبضات المحطمة التي من أجل القبض على هؤلاء الأوغاد سوف تلجأ إلى قتل كل من أبرياء ومحاربين مدينة الياشم بالكامل؟ هل تعرف حتى كم من الناس لقوا حتفهم في مدينة الياشم بسببكم؟ لكن بنشوف القاضي كوانغو مصعوق جدا من سماع هذه الكلمات، بيقول في نفسه: ماذا؟ انتظر، إنه يقول هؤلاء الأوغاد أليس من نفس فصيلهم؟ إذا حقا من يقول؟ من أين أتى سيد فنون الدفاع عن النفس هذا؟ انتظر، هل أعرف هذا الرجل؟ أشعر كما لو أنني رأيته من قبل. لا، الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في هذا، أحتاج أولا. وفجأة بيصرخ بيقول: إنه أمر مؤسف، ولكن كان هذا شيء كنا بحاجة للقيام به من أجل تحقيق هدف عظيم. لولا هؤلاء الأوغاد هنالك لما لجأنا إلى هذه الإجراءات القاسية. فجأة بينظر السيد يوب إلى جين وبيقول: السيد جين أقوى بكثير مما توقع. لكن بنشوف جيم وينظر إليه بغضب شديد جدا وعارم وبيقول: وأنت أكثر قسوة مما كنت أتوقع. فبيرد على السيد يوب وبيقول له: حسنا، هذا صحيح، إذا كان هذا ما تعتقده فأنت لست أكثر من مجرد مثال. استخدام شتى أنواع الطرق من أجل تحقيق أهدافك، هذا هو أساس الموريم. الذين يقون على قيد الحياة حتى النهاية هم الرابحون الحقيقيون، لأنهم قادرين على تبرير أهدافه. فبينظر إليه جيم بغضب وبيقول له: وما الذي تحاول تبريره؟ كمية الأبرياء الذين ذبحتهم لا تعد ولا تحصى. فجأة بنشوف السيد يوب وينظر إلى جين نظرة حادة جدا وبيقول: كما ترى، مهما قلت لن أتردد ولن أتعثر بعد الآن، لذا إذا كنت حقا ترغب في وضع حد لجنوني فمن الأفضل أن تقتلني الآن، وإذا قتلت سيكون شرفا لو كان هذا الشخص أنا. أتحدث من صميم قلبي بالفعل. وفجأة بنسمع صوت صراخ شخص ما هو بيقول: من الذي سوف يموت؟ دانيو، أنا سأحميك بغض النظر عن أي شيء. وبينظر إليه جيمونو بنتفاجئ أنه جون وي، قائد فرقة مجموعة الأشباح القرمزية، وهو ممسك بجثث بعض العرافين بعد قتلهم. وبيقول: يبدو أنني وصلت في الوقت المناسب، آسف على تأخري، اضطررت للاعتناء بأوغاد القبضات المحطمة هؤلاء. وبينظر إليه جين مو بيقول له: ها أنت زا أيها الوغد مرة أخرى. وبنشوف جون وي واستشط غضبا وبيبدأ بصرخ في جين وبيقول له: نعم جون وي، هذا أنا، سوف أقضي عليك هذه المرة أيها الشقي. وبنشوف القاضي كونغو ينظر إليهم بدهشة شديدة جدا وبيقول في نفسه: لا شيء يبدو منطقيا الآن، العرافين الذين تدربوا شخصيا على يد مولاي لقد قتلوا جميعهم في لحظة على يد هؤلاء الأوغاد المجهولين، هذا مستحيل، يجب علي الخروج من هنا الآن. يا مولاي، هذا شيء لا أحد يستطيع التعامل معه إلا هذا، يفوق مقدرتي بالفعل.
بالفعل. وبنشوف جون وي وهو ينظر الى جين مو ويبدأ بالضحك وبيقول سررت بلقائك مجددا ايها النسل الشيطان، فما زال لدينا هذا الدين يتعين علينا تسويته الان اليس كذلك؟ في النهاية يجب ان اعترف انت ماهر جدا، السبب الوحيد الذي جعل الامور تسير بهذه الطريقة التي صارت بها المرة الماضية هو انني كنت انظر اليك باستصغار، لكني سأخذ بكل جدية هذه المرة ايها النسل الشيطاني. لكن بينشو جين مو بدأ بالتلفت في المكان متجاهلا كلمات هذا الشخص وبيقول في نفسه ما هذا لا اراه لا ارى السيد هو الرجل. وبنشوف جون وي ويهجم على جين مو برمحه الخاص وبدأ الرمح يقترب بشدة من جين. لكن بينشوف جين وهو يكمل البحث الخاص به وبيقول هل هو محتجز في مكان اخر؟ وفي اقل من لحظة بيفاد جين مو الهجمة الخاصة بجون وي. وبنشوف جون وي ويصرخ فيه ويقول ألن توليني أي اهتمام أيها الواق؟ وبالفعل بيهجم مرة أخرى بقوة ساحقة على جين مو، ولكن جين مو يتصدى إليها بكل براعة. وبنشوف جون وي وهو غاضب جدا ويبدأ بصرخ في جين وبيقول من أنت بحق الجحيم؟ لماذا تفسد علينا خطتنا بهذا الشهر؟ فبيرد على جين مو وبيقول له أنا هنا من أجل عمي فقط ولن أرحل قبل أن أستعيده. بنشوف جين مو وهو يوجه ركلة إلى جون وي، ولكن في أقل من لحظة بيمسك جون وي بقدم جين مو وبيلقي به بعيدا مدمرا حتى الارض من تحت من قوة هذه الضربة. وبيصرخ فيه بيقول جد عمك الوغد هذا واغرب من هنا، مشاكلنا اثقل بكثير من مشاكلك، جيلنا الاكبر سنا هارموا واصبحوا راضين بعيش بقية حياتهم في بؤتان، ولكننا مختلفون، هل تفهم مقدار الغضب والاستياء الذين كنا نتضرعهم لعقود؟ في اقل من لحظة بنشوف جون وي ويقفز عاليا وبيوجه هجمة مباشرة وقوية جدا الى جين مو بشكل مباشر وبيصرخ وبيقول نحن نفعل هذا لاننا نريد العيش، نريد ان نعيش حياتنا كالبشر، لذا توقف عن التدخل في خطتنا ولتغرب من هنا. وبنشوف جين مو يستعد لرد هذا الهجوم القوي جدا. وفي نفس هذه الاثناء بنشوف القادم وهو مرعوب جدا من الذي يراه بيقول يا مولاي يجب ان اسرع اليك الان. وفجأة بياخذ باله من ظهور شخص ما بجواره وبينظر اليه وبيشوف انه السيد يو وهو واقف بجانبه وبينظر اليه باستياء. فبيصدم جدا وبيقول له متى قمت بالمجيء الى هنا؟ فبينظر اليه السيد يو باستياء وازدراء شديد جدا وبيقول ماذا مولاي انت واخد مثل مولاي، ما زلتم مجموعة من الحمقى لم تفهموا الوضع حتى الان، لقد خرجنا الى العالم الخارجي من اجل ايقاظ مجموعة الليل الصامت الغافي، لقد خرجنا الى العالم من اجل ايقاظ الليل الصامت من سبات. فبنشوف هذا القائد هو مصعوق جدا من سماع هذه الكلمة ويقول اذا هذا حقيقي انتم هم الليل صام. فبنشوف السيد يوب وهو ممسك بالجيتار الخاصة به وبيقول له هل اخذ منك كل هذا الوقت لتتذكر اخيرا من نكون؟ يا لغبائكم الشديد، كما اعتقد هذا العالم قد نسي امرنا تماما في النهاية. وفجأة بيبدأ السيد يوب بالعزف على الجيتار الخاصة به، بيلاحظ هذا القائد صدور موجات قوية جدا من الجيتار وبيبدأ بالهرب من المكان بسرعة رهيبة، ولكن السيد يوب بيوجه هجمة مباشرة اليه. وبالفعل تصدر موجات صوتية قوية جدا من جيتارته الخاصة وبيصيب السيد يو بشكل مباشر حتى انها تفقع عينيه ولسانه، وليس هو فحسب بل جميع الموجودين بداخل الكهف. وتبدأ هذه الامواج بالاتساع والانتشار في جميع ارجاء المكان. وفي نفس هذه اللحظة بنشوف جين مو يتصدى الى هجمة جنوي القوية جدا، وفجأة بيلاحظ هذه الهجمة الصوتية القوية جدا الصادرة باتجاهه وبيقول في نفسه ما هذا فنون صوت؟ انه يستخدم هذا الكهف من اجل تقييم تذبذبات اصواته، هذا جنون بالفعل. وبالفعل بدأ يتأثر من جراء تلك الهجمة الصوتية القوية جدا حتى ان اذنه بدأت بسيلان الدماء، وبيتعصب جدا وبيقول في نفسه احتاج ان اسرع واستخدم الظلال الالف لتغطية خطوط الضوء الخاصة. في اقل من لحظة بنشوف جنوي ويوجه له هجمة قوية جدا وبيصرخ فيه وبيقول اتجرؤ على اشاحة نظرك عني؟ ولكن جين مو يبدأ بتفادي تلك الهجمات ببراعة المرة تلو الاخرى، وبينظر الى جون وي وبيقول في نفسه هذا نام جون وي، انه اقوى بكثير من السابق، ولكن هجمات الصوت هذه اليس لديها اي تأثير علي؟ انها نفس الاصوات ومع ذلك تؤثر على البعض والبعض لا. جون دانيو انت مثير للاعجاب حقا يا رجل، مجموعة او بالاحرى بقايا الليل الصامت وايضا ايون هاسيور، ما الذي يجب علي ان افعله؟ فجأة بنشوف السيد يوبو يوجه هجمة صوتية قوية جدا مرة اخرى الى جين مو، وبتبدأ هذه الموجات بالاقتراب منه مع تحطيم كل ما
في طريقه. وفي نفس اللحظة بنشوف جونوي وهو يهجم على جيمو برمحه الخاص بقوة جبارة بشكل مباشر. وفي لحظة التقاء الهجمتين يحدث انفجار ضخم جدا يعمل المكان بالكامل، وبالكاد استطاع جيمو تفادي الهجمتين بصعوبة شديدة، وبينظر إليهم وبيقول في نفسه كلاهما يهاجمان بي على الإزعاج، سأكون في وضع غير مؤاد كلما طالت هذه المعركة، يجب علي أن أسرع وأنهي هذا. وفي أقل من لحظة بنشوف جونوي وهو يهجم بهجمة ساحقة مرة أخرى على جيمو، ولكن جيمو في أقل من لحظة بيختفي من أمامه وبيظهر من خلف، وقد بدأت هالته الشيطانية بالظهور، وبيستخدم تقنية نصل للنهاية المظل الطقس الخامس رقصة الدماء. وبنشوف جونوي وهو مسعوق حرفيا عند ملاحظة وجود جيمو خلفه، وفي أقل من لحظة بيهجم جيمو هجمات سريعة جدا وقوية على جونوي ويمزق جسده وينهال عليه بالضربات القوية جدا، وتبدأ الدماء بالتفجر من كامل أرجاء جسده وبيسقط على الأرض غارقا في دماء. وبنشوف السيد يوبو مسعوق جدا من رؤية هذا المنظر، وفجأة بيستشق غضبا وبيبدأ بالصراخ وبيقول جونوي هل أنت بخير، وبيبدأ باستخدام تقنية هجوم قوية جدا على جيمو، ولكن بنشوف جيمو يتفادى هذه الموجات الصوتية ببراعة تامة، وبيبدأ بالتقرب خطوة تلو الأخرى باتجاه السيد يوبو وعلى عيني الإصرار الشديد على قتله. فجأة بنشوف السيد يوبو بدأ بالتراجع بسرعة رهيبة وفي عينيه الرعب الشديد من نظرات جيمو، ولكن فجأة بيصعق حرفيا وبنجد أن شخص ما قد أمسك بثيابه قبل أن يهرب من أمام جيمو، وبنكتشف أن هذا الشخص هو القائد هوان، وهو أثناء التقاطه لأنفاسه الأخير أراد الانتقام منه من أجل ما فعله به. وفي أقل من لحظة بنجد جيمو وقد وصل إليه بسرعة البر ويوجه إلى رقبته هجمة بسيفه قوية جدا، وتبع ظلام دامس يعم أرجاء المكان بالكامل، وبدأ طاقة جيمو بالتفجر بالكامل في جميع أرجاء المكان. وبنشوف السيد يوبو وهو ينظر إلى جيمو وحرفيا بيكون مصعوق جدا من الذي حدث، وأن هنالك جسد قد شق إلى نصفين أمام النظرين، وبنجد أن هذا الشخص هو جونوي قائد فصيل مجموعة الأشباح القرمزي، وقد شطره جيمو إلى نصفين، وبدأ الدماء بالانتشار في جميع أرجاء المكان، ولكنه استطاع التصدي لهجمة جيمو بجسده في آخر لحظة. وقبل لحظات من هذه الهجمة المميتة بنشوف جينوي وهو غرق في دمائه جراء آخر هجمة الذي قام عليها بها جيمو، وبينظر إلى السيد يوب وهو في موقفه الصعب وبيقول في نفسه تبا ذلك النصل الشيطان اللعين، هل قطع كل الأعصاب في جسدي؟ لا أستطيع رفع إصبع واحد حتى، ولكن رغم ذلك ما زال بإمكاني اللحاق به، سوف أحميك يا يوب. وبالفعل بدأ بالانطلاق إلى السيد يوب قبل وصول هجمة جيمو إليه، وبيبدأ بتذكر الماضي الخاص به والسيد يوب وهما يعيشون في شق عميق جدا في الصحراء، وبيبدأ بتذكر هؤلاء الأطفال وهم بدأوا بالضرب الشديد في ضيف الماء في وسط الصحراء القاحلة، وبيقول أحد الأطفال ليس لدينا الكثير لنأكله بالفعل، لماذا يعطي كل الكبار طعامنا بأكمله لهذا اللقيط؟ فلتمت فحسب. وفجأة بنشوف أحد الأطفال يركض إليهم مسرعا جدا وبيقول أنتم أيها الأوغاد أوقفوا ما تفعلونه الآن. وبالفعل بنشوف هؤلاء الأطفال وهم يتركون هذا الشخص ويهربون، وشخص من وأحد الأطفال بيقول ماذا إنه نام جنوي اغربوا الآن. وبنشوف جنوي يسرع إلى الشخص الملقى أمامه بيقول هؤلاء الأوغاد أعتقد أن ضربي لهم المرة الماضية لم يكن كافيا، أنت جيوم دانيوب هل أنت بخير؟ وبنشوف جون دانيوب وهو ملقى على الأرض في وضع مزري جدا وبيقول جنوي أنا بخير. وبنشوف جنوي وهو يقوم بمساعدته وبيقول له أعلم أنك قوي، لما تتركهم يبرحونك ضربا دائما؟ لا أعرف كيف ستكون آمنا لو استمريت في التصرف هكذا. فبيرد عليه يوب وبيقول له الجميع يمر بوقت عصيب، إنهم بحاجة إلى شيء لتفريغ غضبهم علي، ليس بالأمر الجلل إذا تم صفعي في الجوار هنا وهناك، بالإضافة إلى أنت دوما هنا لحمايتي يا جنوي، ولهذا أنا بخير، شكرا كثيرا يا جنوي. وبنشوف جنوي وهو محرج جدا وبيقول لا حاجة لشكري، إذا كنت رجلا فلا يجب عليك التصرف كالفتيات، لهذا السبب يعتقد هؤلاء الأوغاد أنه من السهل التنمر علي. فبيرد عليه يوب وبيقول هل علمت أن السيدة مان ماتت بالأمس؟ جنوي لقد كانت امرأة لطيفة حقا، لما تعتقد أن الكبار لم يفكروا قط بالهرب من هذا المكان على الرغم من أننا نواجه كل أنواع الصعاب هنا في الأسفل؟ فبينظر إلى جنوي باستغراب شديد وبيقول
لقد قالوا في اللحظة التي نخطو فيها خارج هذا المكان سيقتلوننا الأشرار. فبيرد عليه باستياء شديد ويقول الكثير منا يموتون من الجوع كل يوم، وإذا مرضنا سنموت أيضا بسبب نقص العلاج. النجاة حتى اليوم التالي تعد مهمة في غاية الصعوبة، لذا لماذا لا يقوم أي أحد بفعل أي شيء لتغيير ذلك؟ سوف يستمرون بقول أنني أملهم مستقبلهم، ولكن ماذا يفترض بي أن أفعل؟ لا أعلم ماذا يجب أن أفعل، ولكني أعلم شيء واحد على وجه اليقين، جميعنا يجب أن نمنح الفرصة لعيش حياة مثمرة. لا، ليس هذا حتى، نحن فقط بحاجة إلى فرصة للعيش مثل البشر فقط. أنا أخطط لإيقاظ شعبنا الذين سقطوا في أعماق اليأس، وسأعيدهم إلى العالم الخارجي. أعتقد أن هذا هو السبب في وجود. وبنشوف جوني وهو متحمس جدا وبيقول له ليس لدي أدنى فكرة عما قلته للتو دانيو، لكن مهما فعلت هذا الأخ سوف يحميك دوما، لذا لا تخلق حيالة أي شيء وركز على مهمتك فحسب. وبيرجع بنا المشهد مرة أخرى إلى جينمو وهو يشدر جنوي إلى نصفين أمام السيد يو، وبنشوف نظرات الصدمة تعلو عيني السيد يو وهو بيقول جنوي يا صديقي. والهنا عزيزي المشاهد بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم، وما تنسوش تنتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله وأن تشاهدوا الحلقات السابقة لنا، وما تنساش ذكر الله عز وجل وتصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشاركنا برأيك في التعليقات وعمل لايك للفيديو، ولا تنسوا أننا نقوم بأقصى ما في وسعنا لنقدم لك المحتوى بأفضل طريقة ممكنة، وأن تسامحنا من أي خطأ أو تقصير قد بدر منا. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.